كلمة للزميل علي بن ثامر المحشادي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ها نحن نبدأ مع مجريات الشوط الثالث المخصص للحيل في مسافة الخمس كيلومترات، وهذه الانطلاقة الصباحية وهذه الأسماء اللامعة التي تشارك في هذا الشوط الجميل وفي هذا الشوط القوي. متمنين التوفيق، كل التوفيق لجميع هذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط. دعونا ننطلق مع المركز الأول ونرصد الصدارة لنرى الطيارة لخليفة بن هادي بن راشد الهاجري ينطلق مع الطيارة على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني الكايدة، الكايدة لسيد راشد بن سلعان المري ينطلق مع الكايدة على ثاني المراكز. والدور دور المركز الثالث، الدور دور المركز الثالث لنرى ونشاهد التقدم من الكلاسة، الكلاسة لسيد مسهر بن عبد الله بن سند المسيبري، ولكن التغيير من قبل الشايبة، الشايبة للسيد عبد الله بن ناصر، للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط المري ينطلق مع الكلاسة على المركز الثالث. أما في المركز الرابع نشاهد لا مش الكلاسة، الشاهين الشايبة على المركز الثالث، والمركز الرابع نشاهد الكلاسة لمسفر بن عبد الله بن سند المسيبري ينطلق على رابع المراكز. أما في المركز الخامس نشاهد هوايل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم يقودها في عملية التضمير وفي عملية العناية والرعاية. لنعود إلى الصدارة ولنشاهد ماذا جرى وطرى على المقدمة. لاحظ معي هذه الصورة، لاحظ هذه اللقطة الضبابية الجميلة على الصدارة خطوة بخطوة. والمركز الأول بنقول عندك يا خليفة، يا خليفة يا بن هادي يا بن راشد الهاجري مع الطيارة على المركز الأول في هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة والرائعة. المركز الأول الطيارة على صدارة جميلة وعلى اندفاع موفق. أما في المركز الثاني لا تزال الكايدة، ولكن شوف التغيير الذي جرى وطرى على المركز الأول، تغيير وتسلل، تسلل، ولكن الحكم ما يصفر على التسلل. الله على تقدم الكايدة على المركز الأول لراشد بن سلعان المري على صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني الطيارة، خليفة بن هادي بن راشد الهاجري يتراجع مع الطيارة إلى ثاني المراكز، وهذا الشعار البرتقالي والأبيض، شعار مصلال ينطلق على المركز الثاني. اليوم مصلال، البارحة مهزوم مصلال، ولكن نعود إلى المركز الثالث. المركز الثالث نرى الكلاسة لمسفر بن عبد الله بن سند المسيبري ينطلق مع الكلاسة على المركز الثالث. والمركز الرابع نشاهد التقدم من الشايبة عبد الله بن ناصر، عبد الله بن ناصر بن مشيط المري على المركز الرابع مع اللي هي الشايبة. والمركز الخامس نشوف المركز الخامس، يبدو للتقدم من قبل حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم مع حشيمة على المركز الخامس، وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء. نرى ونشوف المركز الأول الصدارة مع الكايدة، راشد بن سلعان المري ينطلق انطلاقة موفقة، وهنا تنتصف المسافة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أمام الكايدة التي تندفع بكل ما أوتيت من قوة على صدارة هذا الشوط الجميل، على صدارة هذا الشوط الضبابي. الله 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 على الكايدة على المركز الأول والرقص الشحاني المعتاد على المركز الأول. المركز الثاني هنالك الكلاسة، مسفر بن عبد الله بن سند المسيبري ينطلق مع الكلاسة على المركز الثاني. والمركز الثالث حشيمة أو الشايبة للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط المري ينطلق على ثالث المراكز. والمركز الرابع تتراجع الطيارة للسيد خليفة بن هادي بن راشد الهاجري يتراجع مع اللي هي الطيارة على رابع المراكز، ولكن خلنا نشوف المركز الخامس. ويا سلام على هذا التقدم، ويا سلام على هذا الأداء على خامس المراكز، هنالك تقدم من قبل بن شاهين
سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم يتقدم، ولكن هنالك اسماء قويه واسماء لامعه واصرح على المركز السادس ولم يحن موعد دخول هاي الى عالم الاذاعه وعالم التعليق. نعود الى الكايده التي تنطلق لحالها على المركز الاول وعلى الصداره بدون منافسه حتى الان، ولم ندخل الكيلو متر الاخير، ولم ندخل الكيلو متر الخطير. فعلا الكايده تنطلق واداء موفق الكايده على المركز الاول وعلى الصداره، ونشوف كيلو 500 متر ناقصه على خط النهايه والكايده ترقص وحيده على المركز الاول الرقص المعتاد. المركز الثاني نشوف الكلاسه مسفر بن عبد الله بن سند المسيف اللي لا يزال على ثاني المراكز. المركز الثالث لا تزال الشايبه لعبد الله بن ناصر بن مشيط المري. المركز الرابع لا تزال الطيارة خليفة بن هادي بن راشد الهاجري. والمركز الخامس لا تزال اللي هي عشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن شينان. المري هو من يقودها في عملية التضمير. إذا نعود إلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء ولنشاهد هنا الكايدة على المركز الأول وعلى صدارة موفقة وعلى دفع رباعي موفق. الله الله الله، بطلت الكيلومتر الأخير خلاص، كيلو واحد عن النهاية والكايدة على المقدمة والكايدة على المركز الأول والكايدة كايدة في هذا الشوط. يا سلام، تصدر الأوامر على باقي المشاركين والكايدة لا تزال أعصابك هادية يا أخوي راشد يا بن سلعان يا المري، أعصابه لا تزال هادية والأوامر تصدر على جميع المشاركين، أراهم بالعين المجردة ولكن الهايدة سلام بردا وسلاما ترقص الرقص المعتاد. الله 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 على الاندفاع والأمتار الأخيرة الباقية على خط النهاية والكايدة ما تستاهل العصا، ما تستاهل العصا فعلا فعلا فعلا، بكل خطى ثابتة نحو المقدمة وبكل خطى ثابتة نحو الصدارة والناموس. الكايدة بدون أي تحريك بدون أي أوامر أو شبه أوامر تنطلق وتندفع، ولكن حاسب يا أخوي حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن شينان واصل على المركز الثاني. الكايدة تصدر الأوامر على الكايدة و300 متر الأخيرة وبن شينان واصل مع حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أنا الكايدة الكايدة وحشيمة حشيمة واصلة حشيمة واصلة الحمر أظهرت على القادر، أظهرت على القادر الحين وتنطلق بكل قوس. سلام على الاندفاع 100 متر وخلاص خلاص، غيرت حشيمة غيرت حشيمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس على هذا الأداء الموفق. فعلا مشاهدينا الكرام تهانينا لحشيمة والتهاني موصولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني للمضمر عبيد بن شينان. المركز الثاني كان من نصيب الكايدة لراشد بن سلعان المري، وثالث المراكز كان من نصيب هوايل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. المركز الرابع كان من نصيب الكلاسة لمسفر بن عبد الله بن سند المسيفري، وخامس المراكز كان من نصيب بن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا الشوط الثالث المخصص للحيل، وكان من نصيب حشيمة حيث جرت الأمور مع اللي هي الكايدة وأمورها كانت عسل على عسل، وانطلقت في هذه اللحظة كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون اللي هي حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، غيرت الأمور وقلبت الطاولة وانطلقت على المركز الأول وقطعت مسافة الخمس كيلومترات بتوقيت وقدر 8 دقائق وثانيتين أو 3 ثواني عفوا، وبدون أي جزء من الثانية. فتهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وتهاني موصولة للمضمر عبيد بن شينان المري. المركز الثاني كان من نصيب الكايدة قطعت المسافة 8 دقائق و4 ثوان وجزئين من الثانية. تهانينا للسيد راشد بن سلعان المري، واشكرك على هذا الأداء بن سلعان. المركز الثالث كان من نصيب اللي هي هوايل، يبدو لي اي نعم هوايل قطعت مسافة الخمس كيلومترات بتوقيت وقدر، فارقين الجماعة اللي قدام هوايل الحين ما وصلت وظهرت على الكادر. هنا هوايل يبدو لي نعم اللي هي هوايل قطعت المسافة 8 دقائق و12 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
والثاني موصوله للمضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم. اذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الاداء المميز من قبل حشيمه اللي ضمرها السيد عبيد بن شنان المري. تهانينا لجميع الفائزين، حظ اوفر للذين لم يحالفهم الحظ في الاشواط القادمه ان شاء الله. الان فاترك الكلمه الى زميلي سعد العتيبي.